سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. طرح مؤخرا إصدار جديد من هاتف آيفون وتهافت ملايين الناس لشرائه. يمتاز الإصدار الحديث بتصميم جديد وكاميرتين ومجموعة من الميزات الرائعة، كما هو الحال عند طرح كل إصدار جديد. يصطف الناس في طوابير طويلة ليكونوا من أوائل مشتريي أحدث ابتكارات أبل، لكن تبين أن ذلك لا يساوي شيئا مقارنة بما قد يفعله البعض لاقتناء هذا الجهاز. دعونا نعرفكم على خمسة أشياء غبية فعلها الناس للحصول على هاتف آيفون جديد. خامسا، باع كليته. عام 2012 أراد شاب صيني عمره 17 عاما الحصول على جهاز آيباد 2، وكان يتوق لذلك بشدة لدرجة أنه قرر بيع إحدى كليتيه. دفع له وسطاء الصفقة الذين تعرف عليهم على الإنترنت مبلغ 22 ألف يوان، وهو ما يعادل 3500 دولار. ذلك المبلغ كان كافيا ليس لشراء الآيباد فحسب، بل لشراء آيفون جديد أيضا. لكن تلك المبادرة تسببت بمحنة، إذ أن الشاب سرعان ما بدأ يعاني من فشل كلوي. وحين علمت والدته بالأمر حاولت استعادة كليته لحل الأزمة. في ذلك العام قبض على جميع المشاركين بتلك الصفقة، واتهموا بالتسبب بضرر عمد والاتجار بالأعضاء البشرية. تبين أيضا أنهم حصلوا على 35 ألف دولار لقاء بيع الكلية، بينما حصل صاحبها المراهق على عشر ذلك المبلغ. رابعا، عرض صديقته للإيجار. قصة أخرى لصيني مولع بأبل. هذا الشاب أعد خطة تجارية متكاملة سعيا لشراء أحدث أجهزة أبل. وقف أمام جامعة حاملا لافتة يعرض فيها صديقته للإيجار مقابل مبلغ معقول، ابتداء من 10 يوان للساعة وحتى 500 يوان للشهر، علما أنه لم يكن يروج لشيء غير لائق، وهو ما جاء في اللافتة الإعلانية. يمكن للمستأجر أن يصطحب الصديقة للغذاء والجلوس إلى جانبها في الجامعة وممارسة ألعاب الفيديو معها أو مرافقتها في نزهة ضمن الحدود. حظيت القصة بضجة إعلامية، لكن الشاب صرح بأن صديقته مشاركة في الصفقة طواعية. ثالثا، سرقت نفسها. هذه القصة المجنونة حدثت في سيبيريا الروسية. كانت الفتاة ترغب بالآيفون بشدة، لكن زوجها سبق وأن عد ميزانية العائلة ولم تتضمن شراء هاتف ذكي جديد. لذا قررت الفتاة اللجوء للسرقة، لكنها لم ترد أن تسرق أيا كان، بل قررت أن تسرق نفسها. زيفت عملية اقتحام منزلها، بعثرت كل ما أمكنها من أغراض وأخذت مجوهرات لتبيعها. ولمزيد من المصداقية مزقت جواز سفرها أثناء العملية. في سياق التحقيق استجوب المحققون أصدقائها وجيرانها دون جدوى، لكن سرعان ما بدأت قصتها تختلط، وهو ما أثار الشكوك. بعد التحقيق تحولت من ضحية إلى متهمة، والآن تواجه الفتاة الداهية حكما بالسجن لمدة 6 سنوات. ثانيا، أخذ قرضا بالنيابة عن شخص متوفى. هذه القصة أيضا حدثت في روسيا، حيث كان عامل جنازات يحلم بشراء هاتف آيفون جديد، وقد حالفه الحظ حين وقع في يديه جواز سفر رجل عجوز توفي مؤخرا. دون ما تفكير ذهب حفار القبور العبقري واشترى الهاتف الجديد على حساب الرجل الميت. قد تظنون أنه نجا بفعلته، لكن خطته باءت بالفشل حين أخذ البنك فائدة من عائلة الراحل. وطبعا ذهب أفراد العائلة إلى الشرطة، لأنه من غير الممكن لصاحب جواز السفر الميت أن يقترض من البنك. قد يظهر مالك الآيفون الجديد لإمضاء بضع سنوات في السجن، لكنه على الأقل حقق حلمه. أولا وأخيرا، باع ابنتهما. أواخر عام 2013 باع زوجان صينيان عاطلان عن العمل ابنتهما الرضيعة لشراء آيفون جديد. عرضا الرضيعة للبيع على الإنترنت قبل ولادتها مقابل 15 ألف يوان أو ما يعادل 8000 دولار. تمت عملية الولادة في البيت، وبعدها سلم الوالدان الطفلة إلى المشتري الذي بدوره حول المبلغ إلى حسابهما المصرفي. أثناء محاكمتهما أصر الوالدان على أنهما فعلا ذلك لمصلحة الطفلة لكي تنعم بحياة كريمة وتعليم أفضل، لكن المختصين دققوا في روايتهما واتضح لهم أنهما أنفق المال على شراء آيفون جديد وأحد حذية فاخرة وكماليات أخرى لا حاجة لها. نأمل أن تكونوا استمتعتم بحلقة اليوم. إلى اللقاء غدا مع فيديو جديد بحول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟